الراديو 90 90 هواها مصري. ايه يا جمعه اللي موقفك هنا؟ تحب اوصلك اي حته؟ لا يا استاذ اشرف كتر خيرك، مدام شيماء يعني طلبت لي تاكسي، انا واقف هنا مستنيك. ايوه يا عم، انت فين؟ واقف مستنيك بقالي اكتر من ربع ساعه. انا واقف في نقطه الالتقاء وفي انتظار حضرتك. وانت ايه اللي وداك نقطه الالتقاء؟ احنا مش كتبنا لك شارع الزهور يا فندم؟ انا جيت على المكان اللي حضرتك محدده بالظبط. ايوه يعني انت فين دلو؟ مش عارف والله. في ايه جنبك؟ طيب قول. طب ثواني كده خليك معايا. في محل مكتوب عليه هذا من فضل ربي ونعم بالله. طب الناحيه التانية فيها ايه؟ ده تقريبا حلاق واسمه سحس. سحس؟ يا نهار اسود، ده انت بعد من المشوار اللي انا رايحه يا عم. والله يا فندم انا جاي على المكان اللي متحدد قدامي بالظبط. الله يسامحك يا مدام شيماء، خلاص استناني، انا هركب اي حاجه لحد عندك. سلام عليكم. استاذه شيماء؟ ايوه يا اخويا، انا شيماء بس لسه جاي من الجامع. قصدي يعني حضرتك اللي مدام شيماء حجزت له الرحله. ايوه يا سيدي، انا يبطل رغي واطلع بقى. طيب حضرتك عارف الطريق ولا تحب نمشي على الجي بي اس؟ ايه الجي بي اس ده؟ الجي بي اس ده يا فندم الماب، الخريطه يعني. ما شاء الله، هي مدام شيماء يعني بعتت لك خريطه بالمشوار اللي انا رايحه؟ والله كتر خيرها، بتفهم في الاصول طول عمرها. لا هي بس دخلت المكان حضرتك اللي انت رايحه، وانا كده كده بتظهر لي الاتجاهات. اللهم صل على النبي. لا يا عم خليك على البي اس ده، هو اكيد هو ادرى مني يعني. يلا. بعد 200 متر اتجه الى شمال شرق ثم جنوب غرب. هو احنا ما طلعناش الكوبري ليه؟ الجي بي اس جايب اننا لو خدنا الكوبري هنتاخر 17 دقيقه. امال احنا هنمشي كده ازاي يعني؟ في انهي اتجاه؟ عند الدوار اتخذ المخرج الثالث. ايه يا عم المخرج الثالث ده؟ ثم المخرج الثاني. بقول لك ايه، انت متاكد من البتاع ده؟ طبعا يا فندم، بس عموما لو حضرتك تحب توصف لي الطريق ما فيهاش اي مشكله. اوصف لك الطريق ايه وانا عارف احنا فين اصلا؟ عند مفترق الطرق اتجه الى اليمين ثم الى اليسار. هو البتاع ده عندهم في صنف الشخصيه؟ بعد 100 متر تكون قد وصلت الى وجهتك. وجهتي؟ وجهتي ايه؟ ده احنا بقينا في الصحراء يا ابن، احنا فين؟ مش عارف والله يا فندم، بس انا لمحت يافطة من شوية كده كان مكتوب عليها مرحبا بكم في مدينة السلوم. لقد وصلت الى وجهتك. الحمد لله على السلامة يا فندم. سلامة ايه يا ابني؟ ده احنا وسط الصحراء بقينا. ما هو الجي بي اس بيقول ان احنا وصلنا. جي بي اس؟ قال على رأي العبارة، يا ماشي ورا الجي بي اس ومغم عينيك، مدينة السلوم بترحب بيك. بقول لك ايه، أنا غيرت رأيي يا عم، أنا مش رايح المشوار اللي كنت رايحه خلاص، رجعني بقى مكان ما جبتني. تحت أمرك يا فندم. طب حضرتك عارف الطريق ولا تحب نمشي على الجي بي اس؟ ما تجيبليش سيرة البتاع دي خالص، أمشي اللي هقول لك عليه تمشي إزاي. حاضر حاضر. طب أمشي إزاي؟ بعد 100 متر اتجه إلى اليمين ولا صار في نفس الوقت. بقول لك على وجهك.